باتت خدمة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي متاحة الآن لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سجلوا الآن للاستفادة من خدمة الشاحن الأخضر وابدأوا بشحن مركباتكم الكهربائية من خلال أنواع مختلفة: شاحن الأماكن العامة، الشاحن الجداري، الشاحن السريع، أو الشاحن فائق السرعة. كل ما عليكم فعله هو تحديد موقع أقرب محطة للشاحن الأخضر إليكم عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقع الهيئة الإلكتروني. هذا هو شاحن الأماكن العامة. لبدء عملية الشحن قم ببساطة بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر على قارئ البطاقات أو امسح رمز الاستجابة السريعة QR كود الموجود على محطة الشحن. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن في المقبس المناسب A أو B، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر في المكان المخصص له في مركبتك. يشير اللون الأخضر إلى جهوزية محطة الشحن، ويشير اللون الأزرق إلى بدء عملية الشحن، واللون الأحمر إلى وجود خلل في محطة الشحن. إذا ظهر لك اللون الأحمر، الرجاء الإبلاغ عبر قنوات التواصل الرسمية لإنهاء عملية الشحن. قم بتمرير بطاقة الشاحن الأخضر أو قم بإنهاء دورة الشحن عبر تطبيق الهيئة الذكي. قم بفصل الكابل عن مركبتك وأعده إلى مكانه المخصص. بفضل وجود محطات الشاحن الأخضر في كافة أنحاء دبي وتوفر قنوات متعددة لدفع رسوم الشحن، أصبح اقتناء مركبة كهربائية أسهل من أي وقت مضى، وهذا من شأنه دعم التنقل الأخضر في المدينة. إذا لم تكن مسجلاً في خدمة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي، يمكنك شحن مركبتك الكهربائية من خلال خاصية مستخدم زائر. لسداد رسوم الشحن توفر الهيئة خيار الدفع المريح لمرة واحدة وخيار الدفع اللاحق على أساس شهري. انضم إلينا في رحلتنا المستدامة نحو مستقبل أخضر.